بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب، إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، قال: فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه. قال: فقمت مكاني، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في الرواية الأخرى: في كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، بنحو حديث حفص، غير أن في حديث وكيع: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفي حديث عيسى بن يونس: وما أوتوا، من رواية ابن خشرم: وأوتوا من العلم إلا قليلا. في الرواية الأخرى عن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في نخل يتوكأ على عسيب، ثم ذكر نحو حديثه من الأعمش، وقال في روايته: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال النووي: باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، وقوله تعالى: يسألونك عن الروح. الحرث هو موضع الزرع، يمشي في حرث أي يمشي في زرع، وفي الرواية الأخرى بنخل. اتفقت نسخ صحيح مسلم على أنه حرث، وكذا رواه البخاري في مواضع، ورواه في أول الكتاب في باب ما أوتيتم من العلم إلا قليلا خرب جمع خراب، قال العلماء: الأول أصوب. يعني المواضع اللي فيها خراب، طبعا وجود رواية نخل تصحح رواية حرث. قال: وللآخر وجه، ويجوز أن يكون الموضع فيه الوصفان، أنه غير مسكون فهو من الخرب، وفي نفس الوقت فيه زرع. أما العسيب فهو جريدة النخل، يتوكأ على عسيب، متكئ على عسيب، يعني أثناء مشيه عليه الصلاة والسلام. قوله: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه؟ في جميع النسخ: ما رابكم إليه، أي ما دعاكم إلى سؤاله، أو ما شككم فيه حتى احتجتم إلى سؤاله، أو ما دعاكم إلى سؤال تخشون سوء عقباه. ما رابكم إليه، يعني ما الذي دفعكم إلى سؤاله، ما الذي شككتم فيه من أمره حتى تستوضحوا المزيد بهذا السؤال. وهذا دليل على أن يهود كانوا يعلمون ويكتمون، وبعضهم كان يشك، لأنهم قالوا: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، إذ لو أجابهم عن السؤال بالحق فإن ذلك يكرهونه،
لأنهم حينئذ يعلمون صدقه ونبوته ويأبون إلا معاداته. أسكت النبي صلى الله عليه وسلم أي سكت، وقيل أطرق وقيل أعرض. فلما نزل إليه الوحي قال أسألك عن الروح، كذا ذكر البخاري في أكثر أبوابه. قال القاضي وهو وهم صواب ما سبق في الوقت مهان فلما انجلى عنه بدل فلما نزل الوحي. وفي موضع فلما صعد الوحي. قالوا هذا وجه الكلام لأنه قد ذكر قبل ذلك نزول الوحي عليه. قلت وكل الروايات صحيحة، ومعنى رواية مسلم أنه لما نزل الوحي وتم قوله تعالى وقل الحق ربكم كل الروايات صحيحة، ومعنى رواية مسلم أنه لما نزل الوحي وتم نزل قوله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل، هكذا هو في بعض النسخ أوتيتم، معنى رواية مسلم أنه لما نزل الوحي وتم نزل قوله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هكذا هو في بعض النسخ أوتيتم على وفق القراءة المشهورة. والمسلم بيّن الروايات الأخرى. وفي أكثر نسخ البخاري ومسلم وما أوتوا من العلم إلا قليلا، هذه قراءة مخالفة لرسم المصحف فلا يصح أن يقرأ بها الإنسان. قال المازري والكلام في الروح والنفس مما يغمض ويدق، ومع هذا فأكثر الناس فيه الكلام وألقوا فيه وألفوا فيه التأليف. قال أبو الحسن الأشعري هو النفس الداخل والخارج، وأن هذا كلام ليس بسديد، هذا علامة على ولود الروح، هذا النفس هو الهواء ليست هي الروح. قال ابن الباقلاني هو متردد بين هذا الذي قاله الأشعري وبين الحياة، وهذا أيضا غير صحيح، بل الحياة أثر من آثار استقرار الروح في الجسد. وقيل هو جسم لطيف مشارك للأجسام الطاهرة الأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة. وقال بعضهم لا يعلم الروح إلا الله تعالى، لقوله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا لا ينفي، أقول وهذا لا ينفي أن يعلم بعض التفاصيل عن الروح من الآيات والأحاديث، مثل الأحاديث في نفخ الروح. قال ونفخت فيه من روحي، ومعلوم أن روح آدم عليه السلام روح مخلوقة ومنسوبة إلى الله عز وجل تشريفا وتكريما، وكذلك ونفخ أن عيسى روح الله وكلمته، فهذه نفخ التشريف وهي مخلوقة بإجماع المسلمين. وذكر الأحاديث الواردة ثم يرسل إليه الملك في أمر الجنين فينفخ فيه الروح. إذن الروح شيء يحل في البدن، التعريف بأنه جسم هذا ليس محسوسا، شيء يحل في البدن، شيء لطيف يعني خفي يخرج ويحل في بدن الإنسان أو بدن الحيوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج روحه في المؤمن كأطيب ريح مسك وجدت على ظهر الأرض، وفي الكافر قال تخرج روحه كأنت من ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض تخرج روحه. ثم في الحديث أنهم يصعدون بها، فأما المؤمن فتفتح لها أبواب السماء
حتى يصعدون إلى السماء السابعة. وأما روح الكافر فترد. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين كفروا، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وأنها ترد، تطرح روحه طرحا. وقرأ عليه الصلاة والسلام: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا يدل على أن الروح شيء يذهب ويجيء ويصعد به ويهبط ويرمى ويلقى، أنه يحل في البدن وأنه يخرج من البدن. إذن ليس وصف الحياة ليس معنى فقط مثل معنى السمع أو القدرة أو العلم، هذه معاني يتصف بها الحي، يتصف بها الكائن. أما يعني أن الحياة هي الروح كما ذكرنا، هي أثر من أثر وجود الروح. الحياة معنى أو عرض وليس عينا، الروح عين تفارق البدن وتمازجه. وقد قال سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. من تأمل هذه الآيات مع الأحاديث جزم بأن الروح عين تقوم بنفسها أحيانا وتقوم بالبدن أحيانا أخرى، تفارق البدن قبل الولادة وهو الإنسان الجميل في بطن أمه، وتفارقه عند الموت وتعود إليه مرة أخرى في القيامة. النفس تطلق بمعنى الروح وتطلق بمعنى الذات، خرجت نفسه يعني خرجت روحه، وتطلق بمعنى الذات كما تقول: نفس فلان قبلني، فلان بنفسه، بنفسه يعني بذاته. هناك اتصال بين الروح والبدن مختلف متفاوت في الأحوال المتباينة. فهناك اتصال حال كون الإنسان جنينا في بطن أمه لم يكن منفوخا فيه الروح وإن كان فيه حياة، ثم تنفخ فيه الروح. الحياة صفة لأجزاء كثيرة من أجزاء جسم الإنسان وهو حي، وفيه أجزاء ماتت فيه خلايا، كل يوم تتجدد الخلايا، تموت خلايا وتنبت مكانها أخرى، فهذا معنى الحياة. فالروح واحدة، كل إنسان له روح واحدة، وحياة أعضائه وجسده متجددة وكثيرة، أعني أن كل خلية لها صفة الحياة، قد تموت وتسلم التي بجوارها. ثم هناك اتصال بعد الاتصال الإنسان جنينه في بطن أمه، هناك اتصال آخر أثناء الحياة، ويختلف في النوم واليقظة، لقول الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ثم هناك حال آخر بعد خروج الروح في آخر العمر، وعلامة يعني الموت معلومة، ولكن هو الناس يعرفون ذلك بمفارقة، يعني يعرفون مفارقة الروح للبدن بمعنى الموت. وقد تبقى بعض خلايا الإنسان حية أو الكائن الحي عموما بعد فراق الروح للجسد، ويمكن أن تستمر مدة طويلة. فخلايا القرنية وخلايا الجلد يمكن أن تظل ساعات، ولو أبقيت في بيئة معينة لبقيت أياما وشهورا وسنين. ثم هناك اتصال كما ذكرنا أثناء البرزخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تعاد روحه إلى جسده. وهو يختلف عن اتصال البدن
للروح في حال الحياة، خصوصا مع تحلل البدن، ولكن تبقى أجزاء يمكن أن يصل إليها نعيم أو عذاب باتصال الروح به. ثم بعد ذلك تعود الأرواح إلى أجساد يوم القيامة، وتظل موجودة فيها يتنعم أهل الجنة ويتعذب أهل النار مع بقاء الروح في الجسد. موضوع بقى علامات الموت حاجة تانية، ان الروح الموت الاكلينيكي والموت الطبيعي الفسيولوجي بقى انواع الوفاة، موت المخ ولا موت القلب، هو المعتمد موت القلب، ولكن يعني اللحظات اللي هي يعني لو ظل القلب يدق حتى بأجزاء بأجهزة صناعية فهذا الإنسان وزال حيا، ولا نجزم بخروج الروح حتى يتوقف القلب. أما الذي لا نعلمه فهو حقيقة الروح وكيفيتها، هذا شيء فوق قدرة الإنسان أن يعلمها. الملحدين دائما يميلون إلى أن الروح هي الحياة، وزي ما قلت إن في أجزاء من البدن بتظل حية بعد خروج الروح، القلب نفسه قدامه 6-7 ساعات خلايا بعد التوقف، خلايا العضلات بتاعته بتبقى قابلة لإيه؟ لأن تغذى تغذية معينة وتظل محفوظة لعمليات القلب المفتوح. ولو الخلايا دي ماتت ما تنفعش تحط في الجسم، ماتت يعني إيه؟ يعني فقدت صفات الحياة، العمليات الفسيولوجية اللي بتتم خلال الحياة. بعض العمليات الترقيع عند الأجانب وموجودة عندنا استغلال أجزاء من الموتى، من جلد الموتى، بتتاخد الأجزاء دي هي لو ميتة تتحط تبقى تعتمد غرغرينة، فتقوم تتاخد بعد ما الرجل يموت بعدة ساعات وتتحفظ بطريقة معينة وتزرع في جسد إنسان آخر. عمليات زرع الكولا ونحو ذلك بتفصل الكوليا وكذا الكبد ويوضع في بيئة معينة ويتم ويظل حيا، لكن الروح قد مضت لشأنها. وهذا يؤكد أن معنى الحياة يختلف عن معنى الروح. نقول خلايا حية، احنا طبعا حاجة مشهودة للعامة في الموضوع ده البرص اللي هو الوزغ، ومعظم الزواحف هناك أجزاء من الدنيا خصوصا الذيل يظل في حركة حيوانية عند انفصاله من بدن الوزغ أو حتى بقائه يعني حيا أو ميتا أو حتى يموت الجسد، ولكن يظل يتحرك حركة حيوانية لعدة دقائق. ده أمر ملحوظ بالنسبة للأطباء، يعرفون ذلك في كل الأشياء. القرنية دي ممكن يقعدوها سنوات طويلة. الحيوانات المنوية بنوك المني تؤخذ من الإنسان وهو حي ويمكن أن تحفظ وتظل حية وهو قد مات، والحيوانات دي بتحيا وتموت. فالروح أمر آخر ليس هو الحياة. صحيح. وأيضا الخلايا جزء منها يموت كل يوم، ملايين الخلايا تموت وتتجدد غيرها على الجهاز العصبي، الأجزاء اللي تموت منه تحول إلى نسيج ليفي ولا ينمو مكانها غيرها. حياة النبات حياة أخرى غير حياة الحيوان. وصفات الحياة داخل الخلية النباتية غير صفاتها داخل الخلية الحيوانية، وإن كان هناك تشابه بدرجة ما. قال هو قال بعضهم لا يعلم الروح إلا الله،
بقوله تعالى قل الروح من ربي، وقال الجمهور يا معلومة. يعني طب ازاي يعني قلنا معلومة بالصفات اللي احنا قلناها، كيفية لا غير معلومة، يبقى مفيش تعارض. واختلفوا فيها على هذه الاقوال، وقيل هي الدم. طبعا ده من اعجب الاشياء، الدم موجود في الانسان ويأتيه دم من غيره يتمرع بالدم ولا تتغير روحه. وقيل غير ذلك. وليس المراد في وليس في الآيات دليل على أنها لا تعلم، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمها، وإنما أجاب بما في الآية الكريمة لأنه كان عندهم أنه إن أجاب بتفسير الروح فليس بنبي، وهي الروح لغتان التذكير والتأنيث. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد الأشج واللفظ لعبد الله، قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، فقال لي لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فقلت له إني لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال وإني لمبعوث من بعد الموت، وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال وكيع كذا قال الأعمش. قال فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتأن مالا وولدا، إلى قوله ويأتينا فردا. أعوذ بالله. في الرواية الأخرى قال كنت قينا في الجاهلية يعني حدادا، فعملت للعاص بن وائل عملا فأتيته أتقاضى. هذه القصة فيها جواز الإجارة للكافر الحربي في عمل ليس فيه مهانة للمسلم. كنت قينا يعني حدادا، عمل له شغل حديد ولا يعمل له في عمل يعين على الإثم والعدوان، وإنما يعمل في العمل المشترك بين الخير والشر، يعني يعمل له شيئا يستعمل استعمالات بعضها استعمال في الحلال يجوز أن يفعل ذلك، أن يعمل له سكينا مثلا يقطع به الطعام أو غيره. العاص بن وائل أحد رؤوس الكفر والعياذ بالله، الذي منع خباب رضي الله عنه خباب الحق حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال إني لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث يعني إلى يوم القيامة، وإذا كان يوم القيامة فلا يمكن أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، كأنه قال لن أكفر بمحمد إلى الأبد. قال إني لميت وإني لمبعوث فسيكون لي ثم مال وولد فسأقضيك هناك، يقول هذا استهزاء. قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى أهل ومال. أعوذ بالله. دليل على ما كان فيه رؤوس الكفر من الكبر والعتو والعياذ بالله في الجاهلية. كنت قيلا في الجاهلية نص الحديث، فعملت للعاص بن وائل عملا. نعم، هي من أوضح أدلة جواز أن يعمل أجيرا عند الكفار، بوب عليه البخاري ذلك. لا، في الجاهلية يعني كنت قيلا في الجاهلية، كان عنده خبرة بالحدادة من هو في الجاهلية، فعمل بعد إسلامه للعاص بن وائل، مش ان هو عمله وهو مشرك.
ده بيقول له حتى تكفر محمد، ده حاجة مفهومة. لكن كنت قليلا في الجاهلية تعلمت مهنة الحدادة وأنا في الجاهلية، وظل يعمل بعد الإسلام، يجوز أن يعمل في دار الكفر والحرب لأهل الحرب وأهل الكفر، بالأولى يجوز لأهل الذمة ما لم يكن فيه إهانة للمسلم كان يعمل خادما. أنا أقول في زمننا هذا الذي فيه إهانة للمسلم مثل غسيل الصحون للكفار و الإذلال، يعني ما مسح الأحذية ونحو ذلك، ما يشتغلش في مطعم في دول أوروبا يشربون الخمرة ويكون الخنزير، يغسل لهم الأواني ليأكلوا فيها الخمر والميتة والخنزير، فهذا من الإثم والعدوان فضلا عن المهانة التي تحدث في المسلم. فلا بد أن يكون في حدود ما لا يحرم في شريعتنا. انت تسكت من طبخ بيقولوا يعمل طباخ، جابوا واحد يعمل طباخا لفرح مثلا لمناسبة مما تجوز صنع الطعام ليس فيه بأس. أنا أتكلم على مهنة فيها نوع من المهانة، والخدمة تقتضي حبس المسلم لدى الكافر وقت الخدمة، فإذا منع أن يتملك الكافر مسلما أن يكون خدما عنده فلن يمنع من الإجارة كذلك، الإجارة التي فيها الخدمة. أما أن يعمل عملا في حانوته أو عملا في دكانه أو عملا بخبرته فهذا ليس بمولاة وليس ممنوعا منه طالما لم يعينه على معصية الله عز وجل. توقفوا على الأسئلة، ما كل واحد يطلع لي سؤال برا الموضوع كمان. قوله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أي في الآخرة، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وأتينا فردا. يعني أن الله عز وجل يرثه وما له، يعني أمره كله مردود إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يأتي الله سبحانه وتعالى إلا فردا، يذهب عنه كل شيء كان يتكبر به. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد الزيادي أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. اللهم اغفر لنا رب، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام إلى آخر الآية. هذا من كبر الكفار وعنادهم وعطوهم على الله عز وجل. أنس رضي الله عنه من الأنصار سمع أبا جهل يقول ذلك أثناء معركة غزوة بدر، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك كان ينبغي أن يقولوا فجعلنا نؤمن به، وإذا بهم يقولون لو كان هذا، كأنه يزعم أنه على يقين من أن هذا ليس هو الحق من عند الله. إذن تأخذ هذا أن المشركين كانوا يقولون بوجود الله ويزعمون أنهم يريدون الحق من عنده، إن التشكيك في الداعي إلى الله عز وجل هو حيلة شيطانية
للتشكيك في الدعوة ذاتها. كفروا بدين الإسلام بزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى به من عنده وليس هو الحق من عند الله. ودليل على أنهم يدعون الله عز وجل في أحيان، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. فهذا يدل على شدة عدوهم وطغيانهم، فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمنة لمن هو فيهم عليه الصلاة والسلام، وأمنة للمؤمنين. وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون، أي وفيهم من يستغفر على أصح الأقوال، لأن الله قال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. فليس قول أنهم يستغفرون أحيانا ولكن يشركون بالله ليس بشيء، والله أعلم، ليس بصحيح. وهم يستغفرون أي وفيهم من يستغفر، كما قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطغوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فبين الله أنه منع العذاب العام على أهل مكة لوجود المستضعفين المخلصين. فهذا نفس المعنى، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. هم مستحقون للعذاب لأنهم ليسوا أولياء للمسجد الحرام. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهم مستحقون للعذاب، ومع ذلك أخر الله عنهم لوجود من يستغفر، لا لاستغفارهم الباطل، لأن المستغفر المشرك المصر على الشرك كالمستهزئ بالله، بل هو مستهزئ بالله، يطلب المغفرة من حيث هو يعمق موانع المغفرة ويؤكدها بالشرك بالله. لما تأمل موقف أبو جهل عجيب جدا وعناد في الكفر والعياذ بالله، لكن كأنه استغلال إعلامي عشان الناس تقول لا كده أبو جهل متأكد الرسول كذاب، ده بيدعي على نفسه، يبقى أكيد ده مش الحق، يبقى أكيد أبو جهل عارف إن ده مش الحق، وأبو جهل رأس فيهم وهم يقلدونه في الكفر والعياذ بالله. ده كصد عن سبيل الله. قد يمنع نزول العذاب سبب آخر غير ما طلبوه، غير ما ظنوه، لأنهم حين لم ينزل بهم العذاب زعموا أن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الحق. ولكن المانع من نزول العذاب هو وجود الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم. فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطعن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، كان شيئا يضربه، يتقي بيديه على عن وجهه. قال فقيل له ما لك؟ فقال إني إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله عز وجل لا ندري في حديث أبي هريرة
أو شيء بلغه كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى يعني أبا جهل ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه زاد عبيد الله في حديثه قال وأمره بما أمره به وزاد ابن عبد الأعلى فليدع ناديا يعني قومه النادي المجتمع لا أنا أقرأها كما هي عندي والهاء للسكت هل يعفر قوله هل يعفر محمد الوجه أن يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب فجئهم أو فجأهم ينكس رجع على عقبيه يمشي على ورائه إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة وهو يخبر بأنه رأى هولا وأجنحة يقول ولهذا الحديث أمثلة كثيرة في عصمته صلى الله عليه وسلم من أبي جهل وغيره ممن أراد به ضررا قال الله تعالى والله يعصمك من الناس وهذه الآية نزلت بعد الهجرة ليه والله يعصمك من الناس أما وقت نزولها فهو في أول الإسلام كما هو ظاهر في مكة فأبو جهل هو الإنسان المقصود بالإنسان الإنسان الكافر لا يطغى يتجاوز الحد أن رآه استغنى رأى نفسه مستغنية رأى نفسه غنية ظن أنه استغنى لله إن إلى ربك الرجعى الرجوع يوم القيامة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتعفير الوجه في التراب أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى الرسول صلى الله عليه وسلم على الهدى وهو أمر بالتقوى وكذا كل مؤمن يجب أن يكون كذلك أرأيت إن كذب وتولى أبو جهل ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي عن كفره وعتوه وعناده لنسفعا بالناصية ناصيته مقدم رأسه فالله عز وجل يأخذ بها إلى العذاب ناصية كاذبة خاطئة هي كاذبة في الإخبار وخاطئة في المقاصد والإرادات فليدعو ناديه يدعو أعوانه سندعو الزبانية خزنة جهنم كلا لا تطعه واسجد واقترب فالسجود قربة من الله عز وجل أقرب ويكون عبد ربه وهو ساجد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يعني باب الكوفة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم
فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون. قال: أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام آية الروم. سبق أن ذكرنا أن قول ابن مسعود رضي الله عنه هذا في تفسير الآية، وأن الدخان قد مضى، وأنه كان يرى الغبار بين الأرض والسماء لقلة المطر والماء كهيئة الدخان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد بين يدي الساعة قال: لم تقوم الساعة حتى تقوم عشر آيات. وهذا ظاهر في أن الدخان يكون يوم القيامة، قبل يوم القيامة من أشراط الساعة، ليس أنه يوم القيامة. ولا مانع من أن تكون الفتن مما ينقضي، والله أعلم. ولا تعارض في الحقيقة بين تفسير ابن مسعود الذي ذكر وبين الحديث الصحيح الذي ذكرنا، فإنهما دخانان: دخان كان في فترة القحط الشديد الذي أصابهم، ثم دخان يكون يوم القيامة. أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على القاص ما ذكر، لأنه لم يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خلافه. قولهم: أخذتهم سنة حصت كل شيء، السنة القحط والجد. ومنه قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. السنين هو القحط. حصت أي استأصلت كل شيء. قول مسعود: أفيكشف عذاب الآخرة؟ هذا استفهام إنكار على من يقول إن الدخان يكون يوم القيامة، وكما ذكرنا يكون قبيل القيامة، فلا مانع من أن يكشف مؤقتا كما صرح به في الآية الثانية. فقال مسعود: هذا قول باطل، لأن الله تعالى قال: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ومعلوم أن كشف العذاب ثم عودهم لا يكون في الآخرة، إنما هو في الدنيا كما ذكرناه، وفي الآخرة قبيل القيامة يكشف فيعودون إلى الفتن. قوله صلى الله عليه وسلم: كسين يوسف، تخفيف الياء، سنيا يعني كسين يوسف، يعني كسين يوسف. أصابه قحط وجهد، هذه من معجزات النبوة الظاهرة، استجاب الله دعاءه، أي مشقة شديدة. قوله: فقال رسول الله: استغفر الله لمضر. قال بعضهم: استسقي، هو الصواب اللائق. هو الصواب اللائق بالحال، لأنهم كفار لا يدعى لهم بالمغفرة. قلت: كلاهما صحيح، فمعنى استسقي اطلب لهم المطر والسقيا، ومعنى استغفر لهم ادعو لهم بالهداية التي يترتب عليها المغفرة والاستغفار. والحقيقة أنه الذي يمنع منه هو الاستغفار للكافر الذي مات على كفره،
أما وهو حي فلا. في الروايات الأخرى عن مسروق قال: جاء إلى عبد الله رجل فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، يفسر هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذ منه كهيئة الزكام. فقام عبد الله فقال عبد الله: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم. إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد من الجهد. وحتى أكلوا العظام فنال النبي فقال حتى أكلوا العظام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: رسول الله استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا. فقال لمضر: إنك لجريء. قال: فدعا الله لهم فأنزل الله عز وجل: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال: فمطروا. فلما أصابته الرفاهية قال: عادوا إلى ما كانوا عليه. قال: فأنزل الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: يعني يوم بدر. عن عبد الله قال: خمس قد مضين: الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر. يفسرها على أنها يوم بدر. فسرها كلها في الكتاب إلا اللزام، والمراد به قوله سبحانه: فسوف يكون لزاما، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي لازم. فسوف يكون لزاما أي يكون عذابهم لازما. قالوا لازما يكون عذابهم لازما. قال: وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر وهي البطشة الكبرى. الروم انتصر الروم قد مضت. الدخان فسره ابن مسعود بهذا القحط الذي أصابهم، والبطشة يوم بدر، واللزام يوم بدر، وانشقاق القمر يأتي في الحديث الآتي. قال: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. قال: حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرمي عن يحيى بن الجزار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب في قوله جل فما في قوله عز جل عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال: مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان. شعبة الشك في البطشة أو الدخان. قال الله عز وجل لإبراهيم: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وقال عز وجل: ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. متى تبين؟ بموتها الكفر. أما الرحمة فأوسع، ومن رحمه الله عز وجل فقد رحمه في الدنيا والآخرة. من عصاني فإنك غفور رحيم، اطلب له المغفرة بأن يتوب إلى الله عز وجل. قال: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال:
انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. باب انشقاق القمر. قال: قد انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها. قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين المخالفين الملة، وذلك لما أمى الله قلبه ولا إنكار للعقل فيها، لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر أمره. أما قول بعض الملاحدة لو وقع هذا لنقل متواترا واشتركه الأرض كلهم في معرفته ولم يختص بها أهل مكة، فأجاب العلماء إن هذا الانشقاق حصل في الليل، ومعظم الناس نيام غافلون والأبواب مغلقة وهم متغطون بثيابهم، فقل من يتفكر في السماء أو ينظر إليها إلا الشاذ النادر. ومما هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر وغيره من العجائب وغيره من العجائب والأنوار الطوالئ والشهب العظام وغير ذلك مما يحدث في السماء في الليل يقع ولا يتحدث بها إلا الأحد، ولا علم عند غيرهم لما ذكرناه. وكان هذا الانشقاق آية حصلت في الليل لقوم سألوها واقترحوا رؤيتها فلم يتنبه غيرهم لها. قالوا: وقد يكون القمر كان حينئذ في بعض المجال والمنازل التي تظهر لبعض الآفاق دون بعض، كما يكون ظاهرا لقوم غائبا عن قوم، كما يجري كسوف أهل بلد دون بلد، والله أعلم. يعني هذا جواب للملاحدة المنكرين لهذه الآية المعجزة. عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذا انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين، فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. مثله عن عبد الله بن عمر. قال: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا شيبان قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا شيبان قال: حدثنا قتادة عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين. هو الظاهر في القدم، يعني الراجح أنها فرقتين وليس مرتين، أنها خطأ نسخ، فرقتين ومرتين الفرق بينهم نقطة. في الروايات الأخرى عن أنس قال: انشق القمر فرقتين. وفي حديث أبي داود: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا موسى بن قريش التميمي قال: حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال: حدثني أبي قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشهدوا آية، اشهدوا هذه الآية.